عبد الله، النهارده هنشرح ازاي هنشتغل على الميديا فاير وازاي نرفع عليه ملف وازاي نسجل في الميديا فاير. اول حاجه هتدوس على ساين اب. بعد ما تدوس على ساين اب هنضغط على كلمه فري هنا، جيت ستارت. ممكن انت هنا تحمل لغاية 10 جيجا بايت اوف فري، عادي ان انت تحمل 10 جيجا بايت. هنا لو هتدفع مبلغ هتدفع $3.75، وهنا $40 و 40 دولار. هنا بروفيشنال وهنا دوسنس اللي هي الاعلى من بروفيشنال. احنا خلينا في الفري، احنا هندخل على جيت ستارت. بعد ما ندخل على جيت ستارت هندخل على طول على مربع التسجيل او المكان اللي انت بتسجل فيه. هندوس على كلمة فيرست نيم الاسم الاولاني، وهنا لاست نيم الاسم الثاني، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا هتدوس على اجري تو ذا تيرمز اوف سيرفيس. وهنا عشان يعني ما يقولكش ان انت روبوت او برنامج روبوت، هاتف او وبعد كده هتدوس هنا شيت اكاونت. وبعد كده هتدخل على البرنامج. انا مسجل في البرنامج. هتدخل على البرنامج هنا، وبعد كده عشان ترفع ملف، انا لسه رافع ملف. بعد كده هندخل على المكان بتاعنا وندوس هنا ابلود بعد ما يتم تسجيلنا عشان نرفع بقى ملف على الميديا فاير. هندوس ابلود هنا ونشوف المكان اللي هو فيه المكان اللي احنا نقدر هنا على الجهاز بتاعنا على فور كمبيوتر. وبعد كده هيروح على المكان هنا سيلز فايلز تو ابلود، وبعد كده هندوس على اد فايلز. وبعد كده نشوف الفايلز اللي احنا عايزين نرفعه. هنا الفايل اللي احنا عايزين نرفعه، ويمكن مثلا الصورة دي هنرفعها. وبعد كده ندوس على بيجن ابلود، وبعد كده هيتم هنا تحميلها. بعد ما يتم تحميلها مباشرة هتدوس على شير، وبعد ما تدوس على شير هيطلع لك هنا يعني يعتبر مربع اللي هو النسخ. هتنسخ الرابط ده وبعد كده هتحطه في مكان يعني صفحة جديدة. هتروح عاملها كده وتروح ناسخ بعد ما انت نسخت الرابط مباشرة. بعد ما ننسخ الرابط على طول هيوجهنا على المكان اللي هو هيتحط فيه الفايل بتاعنا. وبعد كده هنا لو عايزين نغير الاسم هندوس على الكلمة دي ونغير الاسم هنا. يعني لو عايز تسيبها زي ما هي هتسيبها. وبعد كده هيتم رفع الملف. وبكده بيكون انهينا الفيديو. لو عجبك الفيديو ادخل سجل لايك، اعجب بصفحة، شير. السلام عليكم.